لو حصل يعني بينهم اتنين كانوا في علاقة على النت وحصل بينهم يعني محادثات ذات طابع معين، ذات طابع جنسي في وقت سابق، وبعدين يعني هي زعلت منه مثلا في اللحظة دي فعملت له سكرين شوت للمحادثات اللاحقة. يعني طبعا يعني دي ناس بتقول، ده مش موقفي يعني، يعني الحقيقة ما اعرفش الرد عليها بيبقى ازاي. دي يعني هي الحقيقة هي اللي تبقى يعني هي اللي المفروض تعاقب، يعني ده لو صحيح. بس احنا لو في وسط بلد نسبة التحرش فيها 99% بالنساء، وفي وسط المجتمع بيدافع عن المتحرش، وفي وسط ناس ليهم سلطات معنوية أو يعني مسؤولين أو whatever وبيدافعوا عن المتحرش وبيعفوه من العقوبة، يبقى زي بالظبط كده لما حضرتك أقول لك أنا دراعي اتكسر أو حد ذبحني وأنت تقول لي أنا صباعي متعور. يعني ما ينفعش نقارن بين الاثنين. يعني لو في كام حالة من كده قدام 99% من